إطار مسار احتجاجي أقره مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بدءا من مقاطعة جلسات الجنايات، وأيضا مقاطعة صناديق المحكمة لمدة أسبوعين، وأيضا كذلك وقفة احتجاجية كل يوم خميس من 11 صباحا إلى منتصف النهار. ليعلم الجميع أن هذا المسار النضالي الذي أقره مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب وجاء احتجاجا وصرخة احتجاج على ما نعرفه اليوم من مشاريع قوانين تعرض ليتم سنها وليتم إخراجها للوجود دون استشارات، دون أخذ رأي المحاميات والمحامين والإطار والممثل الوحيد للمحامين والمحاميات بالمغرب اللي هو مكتب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيسها ونقبائها وأعضاء مكتبها. بطبيعة الحال هذا المشروع، هذا القانون المسطرة المدنية الذي الصخرة التي يعني تكسرت عليها كل المطالب وكل النداءات وكل الملاحظات وكل الاقتراحات، فليعلم الجميع أن المحامون والمحاميات اليوم لا يأخذون معركة من أجلهم ومن أجل مصالحهم، ولكن يأخذون هذه المعركة من أجل ما يتعلق بحقوق المواطن في اللجوء المستنير للعدالة. الغرفة الأولى استجابت في مجموعة من التعديلات لمطالب المحامون، وإن كان قد بقي هناك 4 أو 5 تعديلات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في الغرفة الثانية، لكن هناك مقتضيات التي أريد من خلال وضعها أن يمس بحق المواطن في اللجوء للقضاء، بحق المواطن في التقاضي، بحق المواطن في الطعن، وهذه من الحقوق الأساسية التي لا يمكن للمحاميات والمحامين أن يسكتوا عنها وأن يتغاضوا عنها، لأن هذا مرتبط برسالة المحاماة اللي هي رسالة مقدسة مناطها ودورها وتاريخها مرتبط بالدفاع عن الحقوق وعن الحريات، عن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن وعن ما يجب أن يحاط به من اهتمام، وهو بصدد الولوج للعدالة. اليوم مشروع المسطرة المدنية هو مشروع إجرائي ناظم للإجراءات المتعلقة بجميع الدعاوى التي تعرض ويبت فيها من قبل القضاء. غدا سيعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتعلق أيضا بحريات المواطنين، وهي مقدسة لا يمكن إلا أن يستشار بشأنها وتستشار جمعية هيئات المحامين بالمغرب. أيضا ملف مطلبي متعلق بتعاضدية جمعية هيئات المحامين المغرب التي يراد إقبارها، هذه كلها مطالب إضافة لمجموعة المشاريع القوانين التي قد تعرض غدا أو بعد غد دون استشارة، دون تفاوض، دون أخذ رأي، دون اعتماد المقاربة التشاركية التي كانت إلى وقت قريب هي المقاربة والمنهجية المعتمدة والمثالية والنموذجية لإخراج أي قانون في أي إطار مهني للوجود حتى يكون يعني أصلح للتطبيق وللتنزيل وللتفعيل وضامن للحريات وللحقوق، وأيضا فارض لكل ما قد يثار ويطرح من التزامات. أشكر الإخوة الإعلاميين كما أشد على أيدي نقبائي وزميلاتي وزملائي وقيادمتي وشبابي وإخواني في مهنة المحاماة الذين اليوم حضروا معبئين جاهزين، وقد لاحظتم أنهم بكلمة رجل واحد وصرخة واحدة عبروا عن هذا الاحتجاج وهذا التنزيل لهذا البرنامج النضالي. شكرا لكم.